ليه قدام نكون بحديث دائم انه في كتير اشخاص يمكن بياكلوا ما بيسمنوا، واشخاص يمكن بياكلوا قليل كتير بس نشوف انه دائما عندهم زياده من الهواء بيسمنوا. من الهواء، هي دائما الكلمه اللي نحن بنحكيها. اشخاص يمكن مثل ما بنقول استقلابهم سريع واسرع من غير من الاشخاص. طبعا ليش هي الاختلاف بين كل جسم واخر، وكيف فينا نسرع بعمليات الاستقلاب؟ رح جاوبنا عنا ثواب الغبره اختصاصيه التغذيه. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا اهلا وسهلا. كيفك دكتوره؟ انا منيحه، انت شلون؟ تمام ماشي الحال. بالبدايه دكتوره خلينا نحكي ونشرح للعالم شو هو الاستقلاب، شو يعني جسمي عنده استقلاب؟ لا، الاستقلاب بشكل عام أداء العضو لوظيفته، يعني عم يحول الطاقة اللي عم البنزينات تبعه لنتيجة. هي أحلى شيء. فالفكرة الأساسية الاستقلاب هو تحويل الطاقة الكيميائية اللي بتجي من الوقود الغذائي والقصص هاي لشيء. كل واحد العين بتستقلب الغذاء، بتورجيك كيف عندك يا بتأدي وظيفتها. الرئتين الجهاز التنفسي بيأدي وظيفته، الكبد نفس الشيء. كلياتنا نحن بنحط كلمة الاستقلاب فقط انه على الخلية الدهنية انه هي كيف تحرق حالها وتعطيكي طاقة، لكن هو الاستقلاب تحويل الطاقة من شكل الى شكل اخر. القصة اللي انا اللي جاي احكي عليها بالفعل مثل ما قلتوا بالمقدمة انه ليش الناس بتختلف بطريقة استقلابها وكمية الاستقلاب. اي طبعا كمان هون في خيار وفقوس فالوضع لانه بتتحكم فيه عامل جيني، هو جين السمنة. يعني الفكره في ناس مهيئه سبحان الله طاقيا عندك اياها انه عندها جين حرق نشط جدا، كلياتنا عندنا جين حرق وجين تخزين. الجين في ناس بعض كيف ناس عندك اياها سبحان الله بشرتها سمراء وفي ناس بشرتها بيضاء، في ناس تنفعل عندها جين الحرق وفي ناس عندها مفعل جين التخزين. يعني مو بايدك دي ان اه بالنسبه لها، هي تراكميه الخلايا الدينيه حتى تشكل جسم معين بيكون عندها بهالشكل هذا. فلذلك بتلاقي الناس اختلفت استقلابيا من شخص الى اخر. كيف الشخص يمكن اللي استقلابه بطيء او ابطا من غيره بيقدر يعمل هذا التوازن بجسمه لحتى يزيد من عمليه الاستقلاب ما بده يسمع؟ هلا بالضبط. هلا انا بالنسبه لي عندي مثلا اي انسان بيعرف انه عيلته الوراثيه هيك، هو ولد بالحياه بهالطريقه الجسم هي، بيراقب وزنه بيلاقي بالفعل اشياء بسيطه عم تولد له كليات كبيره على الميزان، بده يعمل بي كيرفول لانه ما يحس انه هو مظلوم بهالنقطه. مثل ما هو حاسس حاله انه عنده نقطه ضعف بالاستقلاب، رب العالمين بيكون مجهزه بنقاط قوه غيرها بصحته وعافيته، بجهزه ببصر ممكن قوي، بركب قويه، بهالقصص هي. فنحن لا نقعد نميز حالنا ونقعد نحط الحق على الجينات والدي ان اه والقصص هي. كل انسان عنده قدره طاقيه على استقلاب الطعام والامور هي كلياتها، بحس حاله انه بفتره معينه مثلا نحن بنقول ننتبه بعد السن ال 25، هلا ببلش بقى العداد التناسلي بالاستقلاب، خلصت يعني ذروته، ممكن توصلي ل 30 كذروه يعني اذا كان الانسان بالنسبه له كرياته صح وجسمه صحي. لكن في اسمه شيء اسمه استقلاب زمني، يعني اطلعي على اي ممثل بالسينما او القصص هي، شوفي صورته عمره 20 رغم انه هو بيحافظ على اموره عصر، وتفرج صورته بعد شيء 25 سنه، انت بتعرفي شو يعني الاستقلاب الزمني. هذا الاستقلاب الزمني ماشي على اللي استقلابه منيح وعلى اللي استقلابه ضعيف وعلى اللي استقلابه متوسط. متى ما صار العداد العمر 30 سنه 28 سنه بده ينتبه انه صار كل سنه حضيف لي على ميزاني كيليين او كيليين ونص. هلا شوفي الله يبش بس وقت الواحد بياخذ احتياطه. ايوه انا 13. يا سلام اصبح الحلقه للمذيعين اللي بعدكم الحكي. الفكره اي القصه اللي بيهمني امرها ان انت مدى ما صار في عندي يا بي كيرفول، وهذا انا عواض ما يكون عندي يا كل سنه عم تضيف لي لا ميزانيه الوزن تبعي 5 كيلو جرام بتصير بتضيف 700 جرام 800 جرام، وهذا شيء بين ما انا بتوصلي للعمر الفر مرحله ال 50 انت متجاوزه الاستقلاب الزمني ما متجاوز 4 5 كيلو، بين ما يكون عندك يا الاستقلاب الزمني واضع تقريبا 20 كيلو. هذا بيفرق جدا شيء كثير عالي بين ثقافه شخص واخر، كيف واحد يعمل بالضبط. نعم نعم، لانه بنيه الرجل العضليه الاكسجه تبعه واستقلابه اعلى. يعني انت تخيلي انه منطقه الزنار الكتفي عند الرجل اقوى ككتله عضليه من عند الانثى بثلاث اضعاف. لذلك حتى انا بنبه الكوتشيات اللي بتحمل اوزان وهالقصص، وبتشوفي كيف وقت بتفوت بدها تاخذ تمارين الرجل وما بتنتبه على حالها انها هي انثى، لانه ليس الذكر كالانثى سبحان الله. فالقصه انه بتلاقيها داب الصدر
الجسور تبعه وصارت عضلاته وراح منظر الانثوي، لانه التمارين الكتله العضليه بترفع العضل، العضل بيلم عضل والدهن بيجذب دهن. في بعض المناطق الانثى ما لازم تتمتع فيها بكتله عضليه عاليه، والا صارت عندها خربطه هرمونيه على المدى البعد. وهالقصص هي كلياتها، حتى ما نروح على موضوع غير موضوعنا، الاستقلاب هو اهم شيء فيه انك تراقبي. هي اول نقطه. النقطه الثانيه، تعرفي الباك جراوند تبعه، ارضيتك وين، انت استقلابك وسط، انت استقلابك جيد. كيف الواحد بيعرف استقلابه؟ من وزنه، من وزنه. يعني هذا اي شيء، مثلا تلاقي اختين بنفس البيت، واحده اكلت نفس الطبخه ونفس الطنجره وحتى نفس جينات الاب والام، يعني بتلاقي حالك ثاني نهار هي ازدادت كيليا على الميزان، هي ما صار لها شيء، هضمتهم وصرفتهم وحولتهم لطاقه. فهذا مراقبه الميزان، انا بقوله وجود اهميه الميزان بالبيت كاهميه وجود البراد. يعني في مهما البيت بلغ من فقره ومن تدني مرحلته المعيشيه، ما بتلاقي هلا بيت ما في براد، والميزان لازم يكون تحت التخت صباحيا ينقاس. انا ما عم اقول يعني الهوس بالميزان، لكن الوزن الصباحي لازم ينعرف تماما مثل عمليه فرشاه الاسنان بفتره الصباح. نعم. لا دكتوره، لا كل اسبوع دكتوره. طيب خلينا نحكي كيف نحن ممكن نخربط الاستقلاب بجسمنا، يعني شو لا او نخربطه، يعني انه في يعني بحياتنا اليوميه نحن كثير مثلا يا بنعمل ريجيم كثير قاسي، او في عالم بيلجؤوا لقص المعده او هيك. هدول السلوكات هي مثلا هي ممكن تعمل عدم توازن بالاستقلاب؟ اكيد اكيد. هلا بالنسبه في كثير شيء بيأذي الاستقلاب، وانا رح كون في وقت ضيق انا حاحكي عن هالقصه، بس حاحكي شيء اللي بيرفع الاستقلاب. أوكي. حتى ما اخذ الاهم على المهم. فاللي بيرفع الاستقلاب هلا كذا شغله يخليهم العالم يستفيد منها بهكم جمله. اي انسان بيقدر يرفع استقلابه بكذا طريقه بسيطه، يعني بخدعه سينمائيه، شغلات بسيطه. اذا انا بدي احكي شوي، انه انسان بياخذ حمام بارد يوميا، الحمام البارد بيرفع الاستقلاب. على فكره شرب الماء البارد مأذي، الاغتسال فيه كثير كويس. هلا بتقولوا لي شتا الدنيا وهالقصص هي، انا علي احكي القصه هي، لانه في خلايا دهنيه اسمها الخلايا الدهنيه البنيه، هي في حال تعرضت لدرجه حراره بارده جدا بالنسبه لنا على الماء على الجلد مباشره، ببلش الجسم يطالع على تحرق ليساوي سطح الجلد عندك اياه يناسب الحراره الداخليه اللي هي 37. هي نقطه. النقطه الثانيه، المشي مع كل وجبه قبل الوجبه، المشي على معده فاضيه. يعني انا ممكن انا ما اقدر، عندي دوام الصبح وما لي رايقه لا مشي ولا شيء، لكن ممكن انا بعد ما ارجع دوامي ولسه ما تغديت امشي 3 ارباع ساعه مشي، نص ساعه مشي، امشي انزل قبل بيتي بشوي وتمشى عندك على فترة البيت. كمان قبل العشاء كتير بيرفع الاستقلاب المشي، يعني بين ال 45 دقيقة. الناس اللي ما عم تقدر على دايتات، انا بقول في ريجيم اسمه ريجيم المشي، المشي كتير بيعمل حرق عملية وعملية تحفيز الاستقلاب. نشرب مي اكتر، بتلاقي شخص من ما بصير عنده تخزين سوائل بيشرب مي اكتر على المشي، شيء كثير هذا صح. وشرب الماء بحسب كميه الجسم تبعه واكثر بشوي. كل العالم بتعمل عندها ميزان السوائل بحياتها، نفس اللي كتلته 110 بيشرب نفس كتلته 60، فبتلاقي واحد 60 كيلو عم يشرب 17 كاسه مي، وبتلاقي اللي وزنه 120 ما عم يشم ريحه المي. في عندنا قاعده لشرب الماء، هي كل 10 كيلو جرام تحتاج كوب ماء، واذا زودنا شوي مثلا على كوب ونص انا نحن بنستقلب اكثر. لكن انا مو مع عطاء الماء عندك اياها اكثر من طاقة جسمي بتتضعف، لأنه هي بتأذي الكلاوي على المدى البعيد. الشيء اللي بيهمني كمان أمره تناول بعض المأكولات اللي هي بترفع الاستقلاب. هنستعرضهم على السريع عذرا لأنه نحن ما عنا وقت. الكافيين، فيتامين سي، فيتامين دال، وعنا شيء اسمه كمان بعض النباتات مثل القرفة، الزنجبيل، وكمان في عنا نباتات كتير رائعة نحن مخفية، هي مادة الكركديه. هلا هدول كلهم بيرفعوا الاستقلاب وكل واحد له طريقته. نحن بنقول في شخص سي من اقوى الادويه اللي بترفع استقلاب الانسان، ومين بيعرفها؟ الرياضيين خاصه وقت بيتناولوا هي الاشياء قبل التمرين تبعهم. في حمض اميني اسمه الكارينيتين كمان بيرفع الاستقلاب، بيروح بيتوجه الخليه الدهنيه بياخذ الدهون تبعها وفورا بيحطها بجسيم الطاقه تبع الخليه الميتوكوندريا، فبتلاقي تحول الجسم بياخذ طاقته من الماده الدهنيه ومن الماده السكريه. عذرا لانه نحن على السريع عم نستعرضهم، بس رح ارجع لنقطه اللي نوهت لها، انه هي شو اللي بيأذي الاستقلاب. المواد الحافظه والمواد الصناعيه، الشيء اللي بيأذي والشيء جاهز، وقله النوم.
النوم كثير له عامل اساسي بعمليه خفض الاستقلاب. وقت بيكون الانسان مو نايم بفتره الليل عندها المظلم، لانه المسؤول عن الاستقلاب هو الاساسي هي الغده الصنوبريه، وبتلاقي انه هذا الانسان اضطرب نومه بلش الاستقلاب يخف، وهذا ما بيظهر الا بعد 4-5 شهور من النوم المضطرب. فبتلاقي كاسه المي خزنها، فهي النقطه كثير بننبه عليها. الشيء اللي هدول الاساسيات برجع بقول المواد الحافظه، المواد الصناعيه، التعرض لبعض الادويه، في بعض ادويه بتخفض الاستقلاب خاصه ادويه مضادات الاكتئاب وادويه الاعصاب. تمام، يعني دكتوره بدنا نقول لك شكرا لك، كثير عندنا اسئله بخصوص هذا الموضوع بس ما بقى نلحق مشان الوقت، نقول لك شكرا لك، بقيت نهار حلو. ميت اهلا وسهلا، وانا كمان ميرسي لك دكتوره صعب الغبره، اهلا وسهلا فيكي. ميت اهلا وسهلا.